الميسر هو القمار، هو اللعب بالقداح التي هي سهام يلعب بها القمار. فأهل الجاهلية كانت لديهم قداح يلعبون بها الميسر، وهذه القداح هي بمثابة ورق القمار الآن. فكان أهل الجاهلية يتقامرون على أجزاء ناقة ينحرونها إذا اشتد البرد، والأصل في الميسر أنه اسم هذه الناقة التي ينحرونها التي هي الجزور، ينحرها الأغنياء الذين هم الأيسار جمع ياسر، ويتقامرون عليها ثم يوزعون لحمها على الفقراء. فهذا هو نفع الميسر الذي أشار إليه القرآن في قول قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فهذا من نفع الميسر. وسميت الناقة التي تنحر ويتقامرون على أجزائها ميسرا لأنها تقسم إلى 10 أجزاء يتم عليها القمار، فكل شيء جزأته فقد يسرته. والمقامر الذي يتولى تقسيم أجزاء الجزور الناقة التي نحرت اسمه ياسر من الميسر، وأصحابه المقامرون أيضا يقال لهم ياسرون وأيسار. فإذا يسرت الشيء فقد جزأته وقسمته. ومن ذلك قول جابر بن سحيم لما وقع في الأسر: أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدمي. هو لما وقع في الأسر جعلوا ييسرونه، أي يقتسمونه إلى أجزاء، فقال بعضهم لي نصفه وقال بعضهم لي ربعه، فهذا معنى ييسرونني، فتم تقسيم الأسير في التملك إلى أجزاء. فقال لهم: ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدمي، أي ألم تعلموا أن أبي هو سحيم بن وثيل فارس زهدم، وزهدم اسم فرسه. وقوله ألم تيأسوا أي ألم تعلموا، ومن ذلك قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أي أفلم يعلم الذين آمنوا. نأتي إلى نفع الميسر الذي أشار إليه القرآن قبل تحريم الميسر. والنفع في الميسر هو أن العرب كانوا إذا اشتد البرد في الشتاء وضاقت ذات اليد ولم يجد الفقير ما يسد به رمق عياله، اجتمع الأيسار الذين هم الأغنياء وتقامروا على أجزاء الجزور التي هي الناقة المتخذة للنحر، ثم يجعلون لحمها للفقراء منهم ذوي الحاجة. وهذا كان غاية المدح عند العرب، كما قال الأعشاء: المطعم الضيف إذا ما شتوا والجاعل القوت على الياسر، أي يجعلون أقوات الفقراء منهم على الياسرين بالقداح وهم أهل الثروة والمال. ويقول آخر: هينون لينون أيسار ذو كرم سواس مكرمة أبناء أيسار. وهينون جمع هين أو هين، ولينون جمع لين أو لين. وكانت العرب تسب الغني الذي يأبى أن يشارك في الميسر وتعده بخيلا فتسميه برما، وجمعه أبرام. قال تمم بن نوارة يرضي أخاه: ولا برما تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقع. يقول إن أخاه لم يكن بالبرم الذي يتخلف عن الميسر لبخله، فتشفق النساء على عرسه أي زوجته فيهدينها بعض اللحم الذي أبى زوجها أن يقامر عليه. فإذا كان الرجل برما أي لا يدخل معهم في لعب الميسر، لم يدخل اللحم بيته إلا بأن تهديه نساء الحي لامرأته، فهذا هو معنى البيت. وتضرب العرب مثلا للرجل الذي يكون بخيلا وأكولا في الوقت نفسه فتقول: أبرما قرونا. والقرون هو الذي يأكل لحمتين لحمتين فلا يصبر على أخذ لحمة واحدة، فهو برم أي يأبى أن يشارك في الميسر وتوزيع اللحم على الفقراء لبخله. ومع ذلك إذا وضع اللحم لم يصبر وأكله أكل اللم وقرن اللحمة بأختها في مضغه، فقالت العرب تصف هذا الرجل: أبرما قرونا. ثم صارت العرب بعد ذلك تطلق لفظ البرم على كل بخيل، فلم يعد الاسم مختصا ببخلاء الميسر. ومن ذلك قول عمرو بن معدي كرب لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: أبرام بنو المغيرة يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: وكيف ذلك؟ قال: نزلت بهم فما قروني غير ثور وقوس وكعب. والثور هو القطعة من اللبن الحامض المجمد، والقوس القطعة من التمر، والكعب القطعة من السمن. أراد أن يقول إنه نزل بهم فلم يذبحوا له، فوصفهم بالأبرام أي البخلاء، فكأنه يشبههم بالأبرام الذين يرفضون دخول الميسر لبخلهم. نصل الآن للقداح التي كانوا يلعبون بها الميسر، التي هي بمثابة الورق الذي يلعب به أهل القمار اليوم. هذه القداح يقال لها قداح وأزلام وسهام على السواء، وهي جمع قدح، وتقطع من الشجر، وتسميتها تختلف باختلاف مرحلة علاجها بعد القطع. فحين يقطع العود من الشجرة يسمى قطعا، ثم يبرى فيسمى بريا، ثم يقوم ويهذب فيسمى قدحا، فهو قدح الميسر. هذا القدح بعد ذلك إذا ريش ونصل أي صار له نصل من الحديد يسمى سهما ونصلا، وهو السلاح المعروف. لكن قبل مرحلة الريش والنصل لا يكون نصلا، بل هو قدح، وهو القدح الذي يلعب به أهل الميسر، فنحن هنا لا نريده سلاحا، وإلا لرشناه ونصلناه أي جعلنا له نصلا. لكن إذا أردنا لعب الميسر به فيكفي أن يكون قدحا ولا يتعدى به إلى المرحلة الأخرى، فهو قدح وجمعه قداح، والقداح هي التي يضرب بها في الميسر. قداح الميسر 10، 7 منها هي ذوات الحظوظ، أي إذا خرج منها واحد كان لصاحبه على الأقل نصيب واحد، و3 منها أغفال أي لا حظوظ فيها، فإذا خرج لك واحد منها لم يكن لك نصيب.
فالسبعة ذوات الحظوظ هي الفذ ولصاحبه نصيب واحد، والتوأم وله نصيبان، والرقيب وله ثلاثة أنصبة، والحلس وله أربعة أنصبة، والنافس له خمسة أنصبة، والمسبل له ستة أنصبة، والمعلى الأخير من هذه السبعة له سبعة أنصبة، وبعد ذلك أنت ونصيبك كما يقال. أما القداح الثلاثة التي لا حظوظ لها، أي ليس لمن خرجت له نصيب، فهي السفيح والمنيح والوغد. والقداح السبعة الأخرى التي لها حظوظ يميزون بينها بعلامات يضعونها عليها، يسمون الواحدة منها حزا أي شرطة. فعلى القدح الأول الذي هو الفذ شرطة واحدة، ومعناه أن لصاحبه نصيبا واحدا، وعلى القدح الثاني التوأم شرطتان، وهكذا إلى أن نصل إلى القدح السابع المعلى الذي تكون عليه سبع شرطات. وإذا عمر القدح طويلا زالت عنه هذه العلامات لكثرة احتكاكه بالأيدي، ومن ذلك قول الطرماح يصف قدحا: لم يبق من مس كف صاحبه أخلاق سرباله ولا جدده. يقول إن هذا القدح لكثرة مسح صاحبه له بيده لم يبق منه جديد ولا خلق. وعنا بالسربال هنا قشر القدح الذي تساقط عنه شيئا فشيئا بمرور الزمن. عرفنا الآن أن القداح السبعة التي فيها الحظوظ تجعل عليها شرطات تميزها. أما القداح الثلاثة الأخرى التي لا حظوظ لها، التي هي الأغفال، ليست عليها علامة ولا شرطة، ولذلك سميت أغفالا. فالغفل من الدواب هو الذي لا سمة له، وكذلك الغفل من الأرض هي الصحراء التي لا توجد فيها أعلام ولا شيء يهتدى به، ولذلك سميت هذه القداح أغفالا بسبب عدم وجود علامة عليها. بخصوص أهل الميسر الأيسار الذين بالمناسبة لا يزيد عددهم على سبعة بعدد القداح التي لها حظوظ، هؤلاء الأيسار إذا أرادوا أن يتقامروا على ناقة ماذا يصنعون؟ يشترونها من رجل ولا يدفعون ثمنها إلا بعد انتهاء عملية القمار التي ستحدد من يجب عليه دفع ثمن الناقة. وقبل أن يباشروا في ضرب القداح الذي هو لعب القمار، ينحرون الناقة ويقسمونها إلى عشرة أجزاء ويتقامرون عليها، فالخاسر في عملية القمار هو الذي سيدفع ثمن الناقة، والرابح هو الذي سيوزع لحم الناقة على الفقراء. ومن اللغويين من قال إنهم يقسمون الناقة إلى 28 جزءا كالأصمعي، وذلك استنادا إلى العملية الحسابية التي يجمع فيها عدد أنصبة القداح. فإذا جمعت الأنصبة من الفذ الذي له نصيب واحد إلى المعلى الذي له سبعة أنصبة وجدتها 28 نصيبا. فقال الأصمعي إن الناقة تقسم على 28 جزءا بعدد أنصبة القداح، لكن ابن قتيبة في كتابه الميسر والقداح أنكر على الأصمعي ذلك وأثبت أنه مخطئ، لأن تقسيم لحم الناقة إلى 28 جزءا يجعل من المستبعد أن يخسر أحد المقامرين، فكلهم سيخرج بنصيب على الأقل، وفي هذه الحالة لا يكون هذا قمارا، فلا بد في القمار من قامر أي رابح ومقمور أي خاسر. فالصواب على هذه الحال أنهم يقسمون الناقة إلى عشرة أجزاء فقط. فمثلا إذا خرج الرقيب الذي هو القدح الذي له ثلاثة أنصبة والمعلى الذي هو القدح ذو السبعة أنصبة، ينتهي اللعب لأن أجزاء الناقة العشرة قد انتهت بخروج هذين السهمين الذين عدد الأنصبة فيهما عشرة بالتساوي مع أجزاء الناقة العشرة، فيربح من خرج له السهمان وتخسر البقية. ويؤيد هذا قول امرئ القيس في معلقته: وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. جعل قلبه أعشارا أي عشرة أجزاء كأعشار الناقة التي يقع عليها القمار، وجعل عيني محبوبته سهمين من القداح ضربتهما محبوبته ففازت بأجزاء قلبه العشرة. وهذان القدحان اللذان شبه بهما عيني محبوبته هما الرقيب والمعلى اللذان لهما مجتمعين عشرة أنصبة، فالرقيب له ثلاثة أنصبة والمعلى له سبعة أنصبة، فعلى هذا تكون محبوبة امرئ القيس قد فازت بأجزاء قلبه العشرة أو أعشار القلب كما سماها هو، والأعشار جمع عشر. بقي أن نقول إنه كانت توجد لدى أهل الجاهلية قداح أخرى يتخذها الرجل لنفسه فيضرب بها إذا أراد الإقدام على أمر عظيم، فإذا خرج قدح من تلك القداح امتثل لما فيه، وهذه القداح هي الآمر والناهي والمتربص. فإذا خرج الآمر فعلت الأمر، وإذا خرج الناهي كففت عنه، وإذا خرج المتربص أعدت ضرب القداح مرة أخرى. وقد حرم هذه الممارسات كلها الشارع كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب جمع نصب وهو الصنم والأزلام التي هي القداح رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طبعا لا تكفي الميسر حلقة واحدة ولا حلقتان للإتيان على كل ما فيه من أشعار العرب وآدابهم، لذلك سأترك لكم رابط تحميل الميسر والقداح لابن قتيبة مع بقية المصادر للتوسع في قراءة الموضوع. لا تنسوا مشاركة الحلقة والاشتراك في الأمالي على يوتيوب وتفعيل الجرس ومتابعة الصفحة على فيسبوك والتعليق بآرائكم وملاحظاتكم. ألقاكم على خير.